حلقتنا اليوم من برنامج شفيع حلقة استثنائية، سافرنا لها إلى بور فؤاد محافظة بورسعيد لنرصد هذه الحالة العجيبة لشاب ولد مصابا بسمات التوحد وفرط الحركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. محمد يحمل في رأسه كمبيوتر محمل عليه نسخة من القرآن الكريم، يستطيع من خلالها أن يجيب على أي سؤال يعرض عليه. محمد عنده بعض من سمات التوحد. التوحد عنده حوالي نسبة 33%، وده في فرق بينها وبين التوحد عشان الناس برضو أو المشاهد يبقى فاهم الفرق. سمات التوحد يعني هو كان محتاج شوية تطوير في العملية الاجتماعية الخاصة بيه، وديناه حضانة، يعني بإيجاز كده حضانة في بورسعيد. حضانة ربنا كرمنا بمعلمة لي كان اسمها دعاء فوزي، كانت شابة أخدة ماجستير في الحاجات دي أو دراسات في الحاجات دي. اللي عنده توحد ربنا سبحانه وتعالى بيديله سمة معينة، ولو بنحمد ربنا سبحانه وتعالى إن كانت السمة المميزة اللي ربنا هداها لمحمد سمة حفظ القرآن. بداية تعرفي بمحمد ربيع كان في التحاكم بأحد المجموعات مع الشيخ نور، فنادى علي الشيخ نور وقال لي عاوز أوريك حاجة معجزة. قلت له ماشي. قال لي محمد ربيع. قلت له ما شاء الله بيحفظ معاه في سورة البقرة. قال لا، ده هو مش بيحفظ معاه في سورة البقرة، هو ما شاء الله حفظ القرآن كله. فتحنا له القرآن عشان ربنا يهديه. ده كان بقى أحد الأسباب إن هو يبدأ في بالقرآن. رحنا والدته جابت له اللي هو المصحف المعلم للشيخ الحصري، فتحناه ابتدى بعد ما حفظ بمساعدة ده والمعلمة قراية وكتابة الأجزاء الثلاثة. بدأت تحفظ القرآن يعني في سورة إبراهيم تاني، والطريقة اللي كنت بحفظ فيها في على قناة المجد. بعد كده رحنا جايبين له المصحف الناطق، اكتشفنا في فترة وجيزة ان هو حافظ القرآن، دي آية من عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا فوجئنا ان هو حامل لكتاب الله كاملا. فانا دلوقتي ممكن هسأل نفسي سؤال، طب انا هضيف له ايه؟ احنا هنعمل له ايه طالما هو جاي حافظ القرآن كامل بهذه القوة الخارقة ما شاء الله عليه يعني. فهو الهدف من ان الأخصائية لما جابته لينا هو الهدف الاجتماعي في المقام الاول، ازاي يربط بناء الشخصية في الجانب الاجتماعي مع القرآن، وده امر في غاية الأهمية، لان ده شخص اللي حواليه مش فاهمينه، وهو لسه كان جاي لي في سنة ثالثة أو رابعة ابتدائي، فبالتالي هو عايز احتواء، عايز احتضان، ليس الأمر حفظ آية وفقط. محمد ربيع على المستوى الإنساني شخص طيب القلب، بيحب يتعرف على الناس اللي حواليه، لما بيعرف شخص ويعرف اسمه ويتعرف عليه ما بينساهوش أبدا. كان طالب عادي، خليته ما عملتلوش دمج ولا أي شيء في الفترة لغاية تانية إعدادي، اشتغلت شغل عادي، ما رضيتش اعمل دمج. عملت له الدمج من ثالثه ثانوي، من ثالثه اعدادي، قلت ايه اريحه وده حقه. النهارده محمد بيتعامل مع الناس بشكل اجتماعي جميل جدا، فهو ده كان دورنا ان احنا نحاول نحتوي شخصيه محمد. بجانب امر ثاني مهم جدا، ان القران مهما كان هذا الشاب مثلا معجز وهو جواه معجزه، ولكن برضو القران معجزته اعلى وغالب، فلازم من وقت للتاني الى الان بنراجع له. يعني الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد ما يخلص الثانويه العامه ان شاء الله هخليه يبقى عارف التفسير القران.